بسم الله الرحمن الرحيم، مكملين مع سلسلة الديناميك اكشن. مكملين مع الاكشن اللي هو السيت فاليو. احنا خدنا كل القيم اللي تقدر تبعتها بالسيت فاليو، فاضل لنا قيمة واحدة لانها جديدة هنشرحها بمثال واضح عشان الناس تبقى فاهمها. انتوا لو انتوا فاكرين ان انا اقدر اعمل السيت فاليو للايتم، احنا قلنا خدنا ستاتيك اساينمنت قيمة ثابتة وقيمة جاية جافا سكريبت اكسبريشن وقيمة جاية من كورهاية وبي ال اكسبريشن وفانكشن بودي. اي فانكشن بادي، اي قيمه بترجع من فانكشن، ممكن تقدر تاخد كود فانكشن كامله كامل ليه وتعمله ان هو يريتيرن كذا اعتمادا على كذا او كذا، برضه كود كامل يعني. تمام. وطبعا الاخيره بقى اللي هي دايلوج وريتيرن ايتم، بس دي كانت محتاجه شويه تظبيطات فانا عملتها عشان اعمل لكم مثال عليها. طيب في الاول لو انتوا فاكرين ان احنا كنا عاملين عندنا الصفحه دي، ولما كنا بنغير اي حاجه هنا زي الاداره زي رقم موظف زي تاريخ اي حاجه، فكان في ايفنت ان لما بيتقفل ديالوج على الصفحه بتاعتي بيرفرش الريجون. تمام. في الصفحه بقى اللي هي نوعها موديل دي، في حاجه جديده هم عاملينها الصفحه دي، انا عندي في البروسيس بتاعتي اللي هي السيف دي وعندي كلوز ديالوج مزودين حاجه انها ايتم تو ريتيرن. يعني ايه الايتم اللي انت عايزه يرجع بعد ما الصفحه بتاعتك دي تقفل؟ انت عايز تبعت ايه للصفحه الثانيه؟ فاحنا هنا اخترنا ان احنا نبعت الايتم اللي هو رقم الاداره. تمام. يبقى الصفحه دي وهي بتقفل هي هتبعت لي رقم الاداره. تمام. طيب وضحت؟ يبقى الصفحه دي اللي هي الموديل وانا بقفلها هنا هتبعت لي رقم الاداره. طيب انا هنا بقى في الصفحه بتاعتي العاديه عايز اخد القيمه دي استقبلها في حاجه، هو ده الاكشن المقصود بيه سيت فاليو جاي من ريتيرن ايتم. وخد بالك الاكشن اللي هو دايلوج ريتيرن ده عمره ما هيجي الا مع الايفنت اللي هو دايلوج كلوز. يعني عشان تقدر تسيت فاليو جايه من دايلوج ريتيرن ايتم لازم تكون انت في الايفنت اللي هو دايلوج كلوز اللي احنا شرحناه قبل كده. طيب هنا انا هقول له ايه بقى؟ هنا انا هقول له ان انا هسيت فاليو، نوع الفاليو اللي جايه ايه؟ جايه من دايلوج هيرجع لي قيمه اللي هي القيمه دي اللي هي خد بالك مش موجوده في الصفحه دي برضو، فانت لازم تبقى عارف الصفحه بتاعتك بعت ايتم اسمه ايه. تمام. والافكتد اليمنت بتاعك مين؟ رقم الاداره. تمام. تعالوا نجرب. تعال الاول نشيله، ناخد معانا القيمه دي عشان ما ننساهاش. تعال نشيل الاول عشان نبقى عارفين احنا عملناها ازاي. لو انتوا فاكرين احنا كنا عاملين ايفنت هنا، لما انا بقفل الديالوج بتاعي ده بيغير بيرفرش الريجن عارف القيم اللي اتغيرت، غير السالري يعني الايتم ده. لو انتوا واخدين بالكم الموظف ده مرتبه 1600، احنا دلوقتي هعمله 2000. تمام. اتغيرت اهي. طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ احنا هنغير، هناخد قيمه جايه من هنا ونبصيها للايتم بتاعنا. فالدايلوج ده لما بيتقفل بيبعت لي رقم الاداره اللي احنا اتفقنا عليه. هنيجي هنا على الصفحه بتاعتنا في الايفنت اللي اسمه دايلوج كلوز، خد بالك مش هتنفع استخدام السيت فاليو بتاع الاكسبريشن ده اللي هو قيمه راجعه من موديل من دايلوج، اسف مش هتنفع الا اذا كنت انت في الايفنت اللي اسمه دايلوج كلوز. فبقول له ان انا هاخد هبقى هسيت الفاليو بتاعت ايتم معين بقيمه، قيمه جايه من دايلوج ولازم اعرف القيمه المبعوثه. تمام. بعد كده انت هتسيت الفاليو لمين؟ ايتم عندي اللي هو الاداره. تمام. خدوا بالكم انا هبعت هستقبل رقم الاداره من الديالوج اللي بيتقفل وهحطه في رقم الاداره بتاعي هنا. تمام. ماشي. تعالوا نجرب. خدوا بالكم احنا دلوقتي واقفين في الاكونتنج. ماشي. الاكونتنج اللي هي رقم 10. تعالى نقف هنا ونغير رقم الاداره دي نخليها 20. خد بالك لما انا هقفل دلوقتي رقم الاداره اللي هينبعت كام؟ 20. فبالتالي المفترض لما اقفل وينبعت للديبارتمنت تيجي لي رقم الاداره رقم 20، اسم الاداره رقم 20. وضحت؟ الريسيرش ده اللي هو الاداره رقم 20. ماشي؟ حتى احنا لو عملنا ريفرش كده هيجي لنا الاداره رقم 20 ريسيرش. تاني انا لو جيت هنا اهو ورحت غيرت رقم الاداره خليته 10، المفترض يرجع لي بقيمه الاداره رقم 10 اللي هي الريسيرش. هيجي لي او الاكونتنج زون يجي لي الاكونت. تمام.
وضحت؟ يبقى ده اخر حاجه في السيت فاليو بتاعتنا، الايه الاكشن اسمه سيت فاليو، اللي هو قيمه جايه من ريتيرن ايتم. محتاجه شرطين، محتاجه ان الصفحه بتاعتك في الـ في الـ في البروسيس اللي هي كلوز دايلوج، تاني نوضحها هنا، الصفحه بتاعتنا 7، محتاجه في الصفحه 7 اعمل ايه؟ وانا بقفل الديالوج هبعت قيمه في البروسيس دي، بروسيس اسمها كلوز ديالوج، في حاجه اسمها ايتم تو ريتير، هنا هبعت قيمه، ادي اول حاجه. طيب في صفحتي بقى اللي انا هعمل عليها ايفنت، ان لما يتقفل ديالوج على الصفحه دي، محتاج ان انا اكون في الايفنت اللي اسمه ديالوج كلوز، مش في اي ايفنت تاني. بعد كده اسيت فاليو قيمه، قيمه راجعه من 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 ديالوج، وادي القيمه اللي اتبعتت. بعد كده اعمل لها سيت لاي فاليو، او ابص القيمه دي لاي فاليو انا عايز. وضحت؟ يا رب يكون الدرس ده واضح ومفيد، وانا حبيت افصله عشان نفهم النقط بتاعته كلها، وما يبقاش الدرس بتاع سيت فاليو كبير. شكرا، واللقاء القادم ان شاء الله.